هذه مناسبة ما تفوتنيش، لأنه نحن في الحكومة ماشي بوحدنا، احنا مع دي بارتنير اللي معنا. أحيي السي وهبي رئيس حزب ديال الأصالة والمعاصرة، أحيي كذلك السي نزار بركة الأمين العام ديال حزب الاستقلال، اللي هما يعني اليوم جو بو دير بأنه دي كومبانيون فيدال، زعما خدامين كنا في فريق واحد وكنشتغلوا وكنحاولوا بأنه هاد المردودية اللي كاينة وهاد النتائج وهاد الصبر، لأن راه ما تزناش شي وقت اللي سهلة، تزنا في وقت صعيبة، ولكن اللي صمدنا جميعا وبقينا واخدين لو كاب ديالنا والطريق ديالنا وبدينا كنتوصلوا للنتائج، هذا بفضل العمل الحكومي، بفضل العمل ديال الأغلبية اللي هي متماسكة، بالفضل العمل ديالكم يعني المحلي اللي كتقوموا به.